وقامت سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية السودان حفل استقبال بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية. وبهذه المناسبة العزيزة تقدم سعادة المستشار عبد الله ربيعة سعيد ربيعة القائم بأعمال سفارة مملكة البحرين في الخرطوم بأسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد. وتضمن الحفل العديد من الفقرات في حب مملكة البحرين ومدى التسامح الديني الذي تعيشه في ظل المسيرة الإصلاحية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. كما شهد الحفل حضورا لافتا ورفيع المستوى من الجانب الحكومي بجمهورية السودان الشقيقة، بالإضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين ورجال الأعمال والطلبة البحرينيين في الخرطوم وجمع غفير من الشخصيات.